أين الأول حكى نفسي حد التطور في النيفار الشيخ؟ إذا سمحت سؤال تتم بهذا الكلام السابق. بدأ السؤال فنجيبه بعدين على السؤال. نعم نوى في النيفار. نعم ونوى الحج نوى حج مفردا. فإذا كان نوى الحج مفردا فهو أولا خالف هدي الرسول عليه السلام وأمره بفسخ الحج إلى العمرة. ثانيا هو عليه أن يتابع الرسول عليه السلام وأن يفسخ حجه إلى عمرة، أن يجعل حجه عمرة. ثالثا يجب عليه أن يتم الحج كما قال تعالى ويتم الحج والعمرة لله، ولا يمكنه أن يستأنف نية جديدة فيصرف الحج إلى غيره وهو قد عقدها لنفسه. هذا جواب سؤالي. نعم.